السلام عليكم متتبعينا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غنشوفوا ماكينه الصابون ديال لا مارك اس جي، الحموله ديالها 8 كيلو. كيف ما كتشوفوا هاد لا ريفيرونس جات مبدله على الموديلات اللي قبل منها. التغيير كاين اول حاجه كاين في المونتاج، هاد المره المونتاج ديال مصر، وكذلك مبدله في الديزاين ديالها. كيف ما كتشوفوا الباب ديالها كرومي، الموديل اللي قبل منها كان عنده دوبل فيتر، الزجاجه مدوبله، وحتى لي بروغرام حتى هما مبدلين واحد شويه. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا جميع البرامج والمميزات والخيارات ديال هذه الماكينه، وما تنساوناش من التعليقات ديالكم اللي كيشجعونا وخليونا نقدموا لكم ما هو افضل. السلام عليكم مرة أخرى، الآن نكتشفوا البرامج ديال الغسالة ديالنا. البرامج كيف ما كتشوفوا اللي عندنا مقسمين جوج ديال الأقسام أو جوج ديال الفئات، الفئة اللي على اليمين والفئة اللي على اليسار. نبداو بالفئة الأولى، كيف ما كتشوفوها هي هذه اللي على اليسار. عندنا داخل فيها البرنامج ديال القطن، لانج دو ميزون، ميكس 40 دوغري ديال السخونية ديال الماء، والسينتيتيك والونيفير بلون. نشعلوا بعدا الغساله ديالنا. كيف ما كتشوفوا هاد البرامج هادو اللي على اليسار، هادي برامج ديال الملابس ذات الحموله الثقيله شويه، وكتكون شديده الاتساخ او متوسطه الاتساخ. اما البرامج اللي عندنا على اليمين، هادي كتكون ديال الحمولات الخفيفه. كيف ما كتشوفوا البرامج اللي على اليمين كامله التوقيت ديالها باين، هذا هو التوقيت الافتراضي ديالها، كل وحده والتوقيت ديالها. اما البرامج اللي على اليمين اللي على اليسار، هادو ما كيكونش باين لينا التوقيت ديالهم في الاول، حتى كنديروا بلاي لا ماشين ديالنا، اللي الماكينه كتعطينا التوقيت اللي كيستاهلوا هادوك الحويجات اللي درناهم على حساب الحموله ديالهم وعلى حساب درجه الاتساخ ديالهم. كيف ما كتشوفوهم كاملين ما عطيناش فيهم التوقيت، حتى كديماري الماكينه اللي كتعطينا التوقيت الافتراضي ديالهم. بالنسبه للبرامج ديالنا، نبداو بالبرنامج الاول. كيف ما كتشوفوا هو برنامج ديال الكوتون، هو برنامج مخصص للملابس القطنيه اللي فيها اتساخ عادي او متوسط، درجه الحراره ديالها كتوصل حتى 40 دوغري، وعدد الدورات ديال العصير ديالها فيها 1200 دوره في الدقيقه. البرنامج الثاني عندنا هو لانج دو ميزون. لانج دو ميزون هو برنامج مخصص للملابس القطنيه الكبيره بحال لي بينوار، المانطات الصغار والخفاف. فهاد البرنامج غساله كتعمل على خفض استهلاك الطاقه، ودرجه الحراره فيها 60 درجه مئويه، وعدد الدورات ديال العصير 1200 دوره في الدقيقه. البرنامج الثالث عندنا هو برنامج ميكس، هو برنامج مخصص الملابس المختلطة، باستثناء الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والستائر، ودرجة الحرارة فيه 40 درجة مئوية، وعدد الدورات ديال العصير 1200 دورة في الدقيقة. البرنامج الموالي هو برنامج سينتيتيك، هو برنامج مخصص للملابس الاصطناعية اللي ما كتحتاجش للمصلوح من بعد الغسل ديالها. درجه الحراره فيها 40 درجه مئويه، وعدد الدورات ديال العصير 800 دوره في الدقيقه. البرنامج الموالي عندنا اونيفير بلون، هو برنامج مخصص للملابس البيضاء بحال الملابس ديال الاطفال والملابس الداخليه، درجه الحراره فيها 60 درجه مئويه، عطينا لي دوغري ديال السخونيه على قبل التعقيم ديال الحويجات ديال الوليدات الصغار. وبالنسبه للدورات ديال العصير فيها 800 دوره في الدقيقه. البرنامج الان غادي ندوزو للبرامج ديال الحموله اللي كتخدم الحموله الخفيفه او المتوسطه. عندنا برنامج تكستيل سبور، هو برنامج مخصص لغسل الملابس الرياضيه وحتى الملابس ديال الخروج. بالنسبه لدرجه الحراره ديالها 40 درجه مئويه، عدد الدورات ديال العصير فيها 800 دوره.
البرنامج الموالي هو برنامج ديليكا كيف ما كتشوفوا فيه 47 دقيقة. هو برنامج مخصص لغسل الملابس الداخلية والملابس الشفافة. درجة الحرارة فيها 20 درجة مئوية وعدد الدورات ديال التنشاف 800 دورة في الدقيقة. بالنسبة للبرنامج الموالي عندنا برنامج ديال لالين، هو برنامج مناسب لغسل الملابس الرقيقة اللي يمكن لينا نغسلوها باليد، ويمكن نغسلوها حتى داخل الغسالة بحال الملابس الصوفية والملابس الداخلية لي غوب وحتى جميع الملابس اللي كتكون حساسة وكتحتاج تصبغين خفيف. بالنسبة لدرجة الحرارة ديالها 40 درجة مئوية على 800 دورة في الدقيقة ديال التنشاف. بالنسبة للتوقيت كيف ما قلت لكم فيها 37 دقيقة. البرنامج الموالي هو برنامج رابيد ديال 30 دقيقة. هو برنامج مناسب لغسل الحمولات الخفيفة وتكون الملابس قليلة الاتساخ في دورة قليلة المدة. درجة الحرارة ديالها 20 درجة مئوية على 800 دورة ديال التنشاف. كيف ما قلت لكم 30 دقيقة هو التوقيت ديال هذا البرنامج. هذا شرط تكون الملابس خفيفة بياسة واحدة أو لجوج وتكون قليلة الاتساخ. البرنامج الأخير عندنا غانساج بلوس اسوغاج، هو برنامج كيمكننا من إضافة الدورة ديال التشلال والعصير في حالة ما عجبتناش النتيجة ديال التشلال والعصير اللي في الدورة ديال التصبيغة الرئيسية. يمكننا نضيفو هذا البرنامج من بعد ما يسالي البرنامج اللي اختارينا في الأول للمدة ديالو 18 دقيقة، ويمكن لينا نتحكمو في الدورات ديال العصير من البوطون ديال لي سوغاج 800 400 1000 حتى 1200 دورة. الآن نكتشفوا الخيارات والوظائف الإضافية اللي كاينين في الماكينة ديالنا. عندنا الخيار الأول هو الخيار ديال التحكم في درجة الحرارة، هو هذا يمكننا نتحكمو في درجة الحرارة من هذا البوطون، يمكننا نزيدو يمكن لينا نقصو. هو من الأحسن نصبنو بالماء بارد، يمكننا نستعملو الماء السخون على حساب، يمكننا نديرو 20 30 40 60 على حساب النوعية ديال الحويجات. كاين الحويجات اللي كيصبروا الماء السخون وكاين الحويجات اللي ما كي يستحسن باش يتصبنو بالماء بارد. الخيار الثالث هو الخيار الثاني، هو الخيار ديال لي سوغاج. يمكننا نتحكمو في عدد الدورات ديال العصير من هذا البوطون، كتبدا من 400 دوره حتى 1200 على حساب البرنامج. كل برنامج شحال فيه كيف ما كتشوفوا 400 800 1000 الماكسيموم في هذه الماكينه هذه هو 1200 دوره في الدقيقه. بالنسبه للخيار الثالث هو خيار انتنسيف، كيف ما كتشوفوا هو هذا كتشعل البوله ديالو. انتنسيف هي تصبين مكثف، يمكننا نستعملو نختارو البرنامج اللي بغينا، بحال مثلا اختارينا الميكس وكنا عارفين هذوك الحويجات اللي غادي نصبنوهم مسخين بزاف، كنضيفو ليهم هذا الخيار ديال انتنسيف حتى الدوره ديال الماكينه كتكون شويه مجهده وكيتزاد المده ديال التصبين. نديروها في هذا البرنامج مثلا ديال تكستيل سبور باش يبان لينا التوقيت غادي يتزاد. المدة الرئيسية ديالو افتراضية هو 54 دقيقة، إذا زدنا الخيار ديال انتنسيف كتولي ساعة وعشرة دقائق. كيف ما قلت لكم هاد الخيار كيستعمل مع الحوايج اللي فيهم البقع اللي صعيب باش تحيد. الوظيفة الرابعة هي وظيفة بخيلاباج، كيف ما كتشوفوها هي هادي، يمكننا نستعملوها مع البرامج كما كتشوفوا مع القطن. بالنسبه للبخيلافاج كنستعملوه مع القطن ولا لينج دو ما والميكس والسينتيتيك والانيفير بلون والرابيد ديال 30 دقيقه. هادو هما البرامج اللي كنستعملو معاهم البخيلافاج، يعني هو الطرقات. كنستعملوا هاد الوظيفه هادي مع الحويجات اللي فيهم البقع. الوظيفه المواليه هي الوظيفه ديال النيتواياج ديال لاكيف. يمكن لينا نوركو على هاد جوج ديال لي بوطون بحال هكايا حتى كطلع لينا هاد او سي ال. هادي كنستعملوها من بعد واحد 30 غسله او 40 غسله. الماكينه كتعمل على التنظيف ديال راسها براسها، كتحيد لينا ديك الريحه الا كانت فيها ريحه شويه مجهده او الخمله او شي حاجه،
كنسيليكسيونيو هاد جوج ديال لي بوطون واحد 3 ثواني وكنديرو بلاي وكنخلوها خدامه هي، غا هو ما نديروش فيها الحويجات كدور افيد غا بالماء والماء سخون الماء طايب. بالنسبه للوظيفه، الوظيفه المواليه عندنا هي ديال باش كنسورتو لي بوطون على قبل الوليدات الصغار، كنديرو هاد الجوج ديال البوطونات كنبقاو مور كنعنيو 3 ثواني تكطلع لينا سي ال، سي ال زعما راه مسورته لي بوطون كاملين مسورتين على قبل الوليدات الصغار باش مبقاوش يتحكمو لينا في البوطونات. باش نديزاكتيفيوها كنديرو عاوتاني 3 ثواني باش كديزاكتيف. هنا عندنا البوطون ديال الشعيل والطفيان، هنا عندنا البوطون ديال بلاي باش كنديماريو لافاج. ندوزو الان البلاصة ديال الليكيد او المسحوق، هنا كنديرو الليكيد او المسحوق ويستحسن نستعملو الليكيد السائل. هنا بالنسبة اذا كنا غادي نخدمو بالوظيفة ديال البخي لافاج كما كتشوفو هادي، لابد خاصنا نحطو الليكيد اولا المسحوق في هاد البلاصة تاعي. وبالنسبة لهاد البلاصة هادي ديال المعطر الملين راه كيتباع حتى هو برودوي بوحدو، كتخدم به الماكينة في الوقيتة ديال التشلال. هذا ما كان بالنسبة لا ماشين ديالنا كيف ما كتشوفوها، نشوفو الطنبور ديالها حتى هو لا ريفيرونس ديالها هي هادي اف اش 2 جي 3 تي ان جي 5 بي. هنا جينا النهاية ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى الفيديو كان يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش بالتعليقات ديالكم لي كومونتير ديالكم والتشجيعات اللي كتخلينا نزيدو القدام.